تيجي على اساس هون عم يجوا مشان التوعي والنظافه، عم بيعطونا دروس وقولوا لنا كيف بتغسلوا وكيف بتضبطوا اموركم وهيك، ما عم بيجيبوا لنا يعني عده نظافه، ما عم بيجيبوا لنا المنظمات، وهون مخيمات عشوائيه شوفت عينك، يعني بدنا عده كمامات، بدنا كفوف، بدنا مثلا شامبويات، معطرات، معقمات. نتمنى من المنظمات ان تدعمنا بكفوف وكمامات وسلات نظافي، ونتمنى كل المنظمات ان تدعمنا، لانه هون ما لنا حدي وما حدا عم يدعمنا بهذا الشيء، وخايفين من هذا الامراض ليجينا قبل ما يحصل شيء. نحن هون المنظمات ما عم تدعمنا بشيء خالص، مثل يعني المنظفات لهذا المرض الكورونا، لا معقمات لا شيء، نحن متهجولين والله يساعدنا وطالعين من تحت القصف وتحت الضرب وجينا على هالمطرح انه اساس هون امان وهيك، بس هون يعني صحيح استأمننا من الطيران ومن الضرب ومن القصف، ما استأمننا من هذا المرض، لان هذا المرض منتشر بكل انحاء العالم. فزي اللي هون بده يصير عنا في المنطقه هاي المحرره بده يصير كارثه انسانيه، ما في عنا لا دواء ولا في شيء، لا حدا منظمات ما عم تدعمنا، لا انه من جهلتنا لا بدواء لا معقمات لا منظفات. احنا اجينا هون من شده الضرب والقصف، وهلا اجى هذا مرض كورونا، بدنا يا ريت بس يجيبوا لنا سال تنظيف ومعقمات وكمامات بس مشان هذا المرض.